وزارة الداخلية قررت الإفراج بالعفو عن باقي المحبوسين أو النزلاء السجون حوالي 859، ده بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. الداخلية قالت في بيانها أن قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن 859 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وده تنفيذا للقرار الجمهوري.